السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم معانا على الهواء مباشرة وحلقة جديدة وصل طبيبك. حلقة جديدة هنتكلم فيها في موضوعات متعددة ونبشر الناس بالخير والأمل والتفاؤل بإذن الله. في حلقتنا هنودع الألام، ألام خشونة الركبتين وألام ومشكلات العمود الفقري مع دكتور سامي قنديل، استشاري علاج الألم وحقن البلازما عناية بالصفائح الدموية واستشاري علاج خشونة الركبتين وألام العمود الفقري. برحب بيه معانا، أهلا بيك دكتور سامي. أهلا أستاذ أحمد، إزي حضرتك؟ أنا عاوز بس أروح معاك لنقطة مهمة يمكن مش كل الناس بتاخد بالها منها. الناس بيبقى عندها اكتئاب من قلة الحركة وانها مش شايفة غير الاربع حيطان اللي قاعدة قدامها طول اليوم، بتزهق من تقليب في الريموت طول اليوم، حافظت البرامج، حافظت المسلسلات، حافظت الافلام، كل اللي بتشوفه هو في حلقة مفرغة. كل اللي في البيت كمان ممكن يكون مش حاسس بمعاناة اللي قاعد ما بيتحركش، هو شايف ان هو عشان بيتحرك فمش حاسس بنفس الشعور الا طبعاً. لو قعد زيه لا قدر الله. في موضوع علاج الالم وانك انت الخشونه اصبح لها علاج بدون المشرط اللي هو نهايته الفعليه وحشه قوي. لا كمان العلم في التكنولوجي وفي الاعلام، انا في ناس بتقول لي يعني انا يعني ما كنتش اعرف حاجه عن كده، انا ما كنتش افهم يعني ايه بلازما وكلام من ده، انا ما اعرفش اوصل للناس دي غير من خلال الميديا والتكنولوجي والوسائل التواصل. الحاجات دي فعلا بتوفر كتير على الناس. انت متخيل يعني اب من الابهات او جد من الجدود من 50 سنه او من 30 سنه عنده خشونه ركبتين في الصعيد، أولا مش يعني وسيلة المواصلات كانت أصعب، فكرة إن هو يجي القاهرة عشان يشوف علاج كان هيتقال له هيجي المشوار ده كله ويتقال له أنت محتاج تغيير مفصل، يعني هتقعد في الأرض. تخيل إحساس الإحباط أو إحساس الزعل إن هو ممكن يوصل له. لا الحمد لله رب العالمين، هو النهاردة بيشوف الناس، بيشوف العلم قدام عينيه، بيشوف حاجات حية ويشوف فيديوهات حقيقية للي بيحصل بالظبط. قد إيه بتشجع، قد إيه الإحباط اللي كان جواه يبدأ يتغير، قد إيه بيقول لي أنا 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 بفتح التلفزيون بالصدفة بلاقي قدامي مثلا إيه طريقة حقن الركبة، استخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية في علاج خشونة الركبتين. لما تقعد يفهم وتشرح له وتعرفه ان انت بتاخد عين الدم من جسمك وبنفصلها قدام عينيك وحاجه امنه وتتحقن تعيد بناء الغضروف وتلين الدنيا ويجي لك الاحساس انه يقول لك بعد اسبوعين ثلاثه انا بدات احس الوجع بدا يقل وحركة ركبتي اللي ما كنتش عارفه اتنيها وافردها بدات استخدمها، ان انا بدات اقدر اسجد. انه الكلمه دي مهمه جدا، في ناس بتبكي يا استاذ احمد وتقول مش عارف اسجد. انت متخيل الاحساس قدام المريض لما يقول لك انا عايز اسجد ومش عارف، ده حلم من احلام حياته ويبكي. يعني بعض السيدات تقول لك انا بقى عايز اسجد ومش عارفه بسبب الوجع. الوجع ده دكتور ممكن اللي يشوفه في الفيديو ده هو الالم والتكر دي مراحل حدوث الخشونة. يعني احنا لو الفيديو هنبداه من الاول، ده تصور فيديو انيميشن او كرتوني عن الركبه تبقى شكلها عامل ازاي في الاول. الركبه بتبقى سلسه جدا، بتنزلق على نفسها، الغضروف ناعم جدا، بينهم سائل زلالي. لما تستخدم ركبتك وما فيش اي مشاكل فيها ما بتحسش ان انت عندك ركبه او مضايقك في حاجه. انما لما يبدا الخشونه تبدا عباره عن ايه، ان الغضروف بيلتهب لاي سبب، والاسباب الرئيسيه معروفه كل الناس حافظت اسباب حدوث الخشونه اللي هي تقدم العمر، زياده الوزن، ولا قدر في ضغط او سكر. الاربع اسباب دولت لو اجتمعوا عند مريض بحدوث نسبه خشونه وارده جدا. انما في اسباب تانية كتير، وارد جدا ان المريض يكون اتعرض لحادث، اللهم احفظنا، الروماتويد ومشاكله، الاملاح ومشاكلها، العوامل الوراثيه، في تفاصيل كتير جدا 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 ممكن تتسبب حدوث خشونه. وانس ان الخشونه حصلت وبتبدا ان المريض يبدا يحس ان ركبته وجعاه، ممكن تبقى مش عارف يطلع السلم. بعض الناس يقول لك انا حاسس ان هي فيها صوت، حاسس ان هي مش بتتحرك كويس، او ان هي يعني بيحس ان هي الحركه او الانزلاق على بعضه بقى مضايقه. دي مبادئ وتخلينا نقول ان انت كده بدات داخل في مرحله خشونه اولى. اول حاجه المفروض تعملها ان انت فعلا لازم تستشير الطبيب وتعمل اشعه على ركبتك عشان نحدد الخشونه دي بقى لها قد ايه معاك، ودرجه اولى ولا درجه ثانيه. وانس ان هي درجه اولى او درجه ثانيه او درجه ثالثه، انا ما بقاش متضايق، انا ببقى عندي الحمد لله القوه والمسؤوليه ان انا اقدر اعالج له الخشونه درجه اولى، خشونه درجه ثانيه، خشونه درجه ثالثه. ممكن اخد جلسه او اثنين او ثلاثه، ولكن الحمد لله علاج. كتيري بالاسعاف. والله بالاسعاف. طيب انا بس عايز اوصل بالله بالاسعاف. بس انت ان شاء الله مش هتحتاجي اسعاف، لان انت كنت محتاجه التشجيع شويه، انك انت ما عندكيش حاجه وحشه. احنا اللي عملناه النهارده ان احنا عشان ضهرك بيوجعك مش عارفه تمشي وركبك بتحرقك وفيها خشونه ومضايقاكي، فاحنا عملنا النهارده حق صح، والدنيا هتبدا تتحسن صح،
وعايزك بس تقولي للناس كنت بتحس بايه، وعايزك تعرفي ان انت هتتابعي معايا وفي عينيا وفي رقبتي. جيت عند الدكتور هنا هقلب ركبي الاثنين وهقلب ضهري من ورا، قسما بالله ومشى الاسعاف وهينزلني على رجلي، قسما بالله العظيم شهاده حق اقولها يوم موقف العظيم. لما بعرف اخش حمام بعمل حمام وانا نايمه على السرير، وباكل وانا نايمه على السرير. دلوقتي قسما بالله العلي العظيم الدكتور حقلب رجلي بركبي الاثنين، ما كنتش اعرف الم رجلي، ما كنتش قادره اقعد نص قاعده، وكله وانا نايمه. وانا اهو ان شاء الله كده كمان ربع ساعه وخارجه من المستشفى قسما بالله من غير اسعاف، اقسم بالله هروح من غير اسعاف. على مدار 5 سنين بنطلع مع بعض في حلقات في اكتر من فضائيه، قدرنا الحمد لله نصل لبروتوكول نقدر نساعد بيه كل المرضى مهما كان عمره، مهما كان سنه، مهما كان الامراض المزمنه اللي عنده، مهما كانت وصف له ان هو يغير مفصل. احنا معانا فرصه، احنا الفرصه او خط الدفاع الاول للمريض اللي نقدر نقدم له الخدمه قبل ما يروح الى غرفه العمليات. دي حقيقه، لان احنا كنت دايما اقول جمله كده وعلى طول اقولها، ان خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه، مش عارف اصلي، مش عارف اروح مشاويري بسرعه، يعني حاسس ان انا متايد سنه، انما الحمد لله بقى لها علاج. وكلمه بقى لها علاج دي حاجه اساسيه، احنا ما بنتكلمش دلوقتي ان احنا بنقول ان ندي او نعمل، لا، احنا الحمد لله رب العالمين في عندنا نتائج، في عندنا تفاصيل كتير، في ناس الحمد لله ربنا عافاها بجد والحمد لله يعني بتشوفها وبتتابعها، في اساتذه وناس دكاتره زملاتنا خدوا التجربه وعملوا البلازما الحمد لله رب العالمين، اللي هو بيقف في اوضه العمليات بالساعات مبسوط وكويس جدا. طيب هل المريض كل اللي يجيله خشونه يستسلم يقول انا خلاص كده مفيش علاج ليها؟ لا خالص، الحمد لله رب العالمين. الموضوع بقى ابسط من ان احنا كنا بنخاف منه. كان زمان المريض يقعد يمشي على مسكنات، وانت تعلم يعني ايه مسكنات، المسكنات حاجه خطر جدا، ويوصل بيه الحال ان هو ياخد حقنه كورتيزون فتحول الخشونه من درجه اولى او ثانيه الى درجه رابعه، ويبدا الركبه تتقوس، والتقوس ده شيء ردة فعل، التقوس ده حاجة نهائية، لأن أنا الركبة لما هتبدأ كل الغضروف ينتهي ويتآكل هيبدأ يطلع إشارات عالية جدا من الألم والاحتكاك كبير للمخ، المخ يبدأ يتصرف ويقول طب أنتوا الاحتكاك ده لازم يبقى فيه حل، ابعدوا نفسكم عن بعضكم شوية، فتبدأ الركبة تبدأ وتركز على نقطة صغيرة في الاحتكاك، فيبدأ يحصل تقوس في الركبة. المرحلة دي مش حلوة وما بحبهاش. النهاردة احنا بنقول إن خشونة الركبتين مراحلها الأولى، الثانية، الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. أنا عندي ركبة فيها خشونة درجة أولى، ما بقاش في الأول محتاج إن أنا غير أفهم المريض أنت عندك إيه، لازم نتبع أسلوب غذائي صح، لازم نتبع تفاصيل لو كان لا قدر الله عنده سكر أو ضغط، وزنه شيء مهم جدا جدا جدا، الحالة النفسية. يكفي إن المريض يبقى فاهم إن هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي إن المريض عارف إن هو إن شاء الله في علاج. معنا النهارده من عياده مدينه نصر عياده الدكتور سامي قنديل، معنا مدام منى هتحكي لكم تجربتها بعد ما بدانا معاها بروتوكول علاج خشونه مفصلي الركبه بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. هي طبعا كانت جايه لنا خشونه من الدرجه الرابعه المتقدمه، كل الدكاتره اللي راحت لهم قبل كده قالوا لها ان انت محتاجه تغيير مفصل، لكن هي وعدتنا بالالتزام ان شاء الله بانها تقلل وزنها، وبدانا معاها بروتوكول من حوالي 5 اسابيع. بدانا بالركبه اليمين، هي كانت مصره تبدا بواحده بس ونشوف النتائج بتاعتها قبل ما نبدا في الركبه الثانيه. هي تحكي لكم تجربتها معانا ايه الاخبار. بصلي وانا قاعده، فالحمد لله بعد ما خدت البلازما انحقنت مرتين رجلي اليمين، حسيت بتحسن جامد، الالم نفسه وانا نازله من على السلم او وانا ماشيه ما بقتش احس بيه، ففي تقدم رهيب يعني الحمد لله. انا بشكر الدكتور سامي قنديل والدكتور يوسف، يعني حسيت بتقدم جامد قوي 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 قوي. كنت ما بقدرش اقف على ظهري ولا اقعد خالص، الله اكبر، على قعدتي
دلوقتي قعدت الحمد لله، بقوم واقعد وبمشي وكملناش لسه شهر الحمد لله، والحمد لله في ظرف ما كملتش الشهر حمد. الله اكبر، عندي انت كنت عندي بتاريخ الورق اهو 17 النهارده 14 قدام الشاشه اهو، معلش اقفل عليكي، كانت عندي بتاريخ 17/12 ما كملتش الشهر الحمد لله، والله الحمد والشكر يا رب الحمد لله، وربنا يشفي كل العيانين ويشفي كل الناس على ايدين الدكتور سامي لانه انسان كريم ومؤدب يا رب يبارك فيك، وكل حاجه متدين وفي كل حاجه بيبدا كل شغله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع وهو السميع العليم، وكلنا مبسوطين بيه والحمد لله، وربنا كبير ويشفي جميع المرضى يا رب على ايديك. النهارده في المهندسين عياده المهندسين ومعانا ست الكل الحاجه استاذه همت عبد الفتاح. نعم هي كانت والعياذ بالله من حوالي اسبوعين كده ولا ثلاث اسابيع؟ لا من ثلاث اسابيع. من ثلاث اسابيع كانت جايه رقبتها واقفه خالص ومش قادره اتحركها، وقالوا لها عندي غضروف واحتمال عمليه وحاجات الخوف دي. انا كشفت عليها واطمئنيت ان الدنيا هتمشي كويس بفضل الله، عملت لها حقن. كانت متضايقه من مكان الحقن ووجعها يومين، انما الحمد لله بدات تتحسن والامور كويسه جدا. جات لي النهارده اطمئنيت عليها هي والراجل الطيب ده والدها. الله يبارك. والحمد لله بعد ما كانتش مش عارفه تتحرك رقبتها والدنيا واقفه خالص، الحمد لله الدنيا اتحركت وهي هتقول بالظبط اللي حاسس بيه وهتحكي بامانه. النهارده عملت لها بس كان في شويه عضلات كده بسيطه في رقبتها وظهران من ورا، عملنا كمان حقنه صغيره. هتلتزم معايا بالكمادات الدافيه وانا مديها علاج كده تمشي عليه ودهان، وان شاء الله اشوفها بعد شهر. والحمد لله احنا كده بفضل الله ان شاء الله بفضل الله عدت، ومحدش يقدر يعمل عمليه ولا ظروف في رقبتك ولا حاجه. انا ربنا كرمنا وعملنا الحمد لله حقنا وقتين حقنا اول النهارده، ونشكر ربنا. وهمت هتتكلم مع حضراتكم اهي، اتفضلي. والحمد لله الحمد لله اللي ربنا يجيبه، وانا كان عندي عمليه جراحيه ربنا كرمنا بالدكتور دي وقال مفيش عمليات جراح، عملنا لي حقن كان هو من قيمه 15 يوم، وجيت النهارده تاني قال لي اعمل لك حقن بس بسيط مش تقيل قوي زي اللي قبل، والحمد لله على ربنا يجيبه ويجزي الله كل خير. ويعني ناس محترمين، والسادة الإخوان الزملاء، ونعم والله ونعم ونعم، مفيش بعد كده. ازاي بتستقبل كل حاله؟ هل بتبقى يعني اول ما السيده بتدخل عليك من اول ما بتشوفها بتقيمها كوزن، بتقيمها كمتابعه، بتقيمها ككام حقنه، بتقيمها هل هتبقى شادد عليها شويه عشان حاسس انها بتحب الاكل زياده؟ قول لي كده بتفكر ازاي، دماغك بتشتغل ازاي عشان تحط بروتوكول سريع المريضه تمشي عليه؟ يعني برافو عليك يا استاذ احمد، كانك بتحضر معانا في العياده. انا في بعض الناس اول تدخل عليا لازم نفسيا تستقبل المريض وتحسسه ان الموضوع مش حاجه صعبه، انما في بعض المرضى انت بتبدا معاهم بتفاصيل بسيطه، يعني لازم تتكلموا ان انت الحمد لله الموضوع مش مزعج. ودايما اقول الخشونه ليست مرض خطير، الخشونه مزعجه. الحاجه الثانيه في بعض السيدات انا ببدا معاهم ان اقعد مثلا ممكن اقعد 10 دقائق نتكلم ونتناقش في موضوع الوزن، واقول لها تخيلي احنا لحد دلوقتي لسه ما جيناش للموضوع اللي انت جاي عشاني، الموضوع انك ركبتك مالها وفيها ايه، لان موضوع الوزن ده عندي شيء مهم جدا جدا. انما في التقارير دي الناس هي اللي عايزه تتكلم، لان فعلا في بامانه وربنا يعلم هذا الكلام من جواهم هم عايزين يوصلوا اللي كانوا حاسين بيه علشان غيرهم يعرف، لان دي بتبقى هو اعتبرها رساله. اللي ليها تعليق اكتر واللي انا دايما بعمل له حساب قوي هو السيده الثالثه او اللي كانت بتشتكي من مشكله غضروف في رقبتها. انت متخيل حضرتك ان المريضه دي كانت على وشك او يعني خلاص كانوا بيخلصوا اجراءات ان هي هتعمل غضروف وهتعمل عمليه غضروف الرقبه من اصعب العمليات. انا بقلق بس مش فكره بس ان هي عمليه كبيره وكده، انا بقلق عموما من كلمه عمليه. فهي يعني الحمد لله رب العالمين احساس الوجع اللي كان مضايقها بدا يروح، وفي الجلسه الثانيه او في الزياره الثانيه هي اللي اصرت، هو او والدها كان قاعد جنبي عايز يقول هي كانت بتحس بيه ودلوقتي كويسه ازاي. التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا مع المريض، لان هي كانت ممكن تعمل عمليه ومش عارفه ان هي حلها بطريقه علاج الان. الغضروف اللي في الرقبه 95% منه مش محتاج جراحه، ولكن لما يبقى المريض عنده مشاكل والعياذ بالله اللي احنا بنقول دايما الاعراض الخطيره او الاعراض اللي مش كويسه هيبقى مضطر. انما هي ما كانش عندها الاعراض الوحشه، عندها الام والام مزعجه جدا واصله لصداع كتفيها رقبتها. لما عملنا لها الحقن
الدنيا استريحت بنسبه 70-80%. أيوة. فجاي في الزياره الثانيه كان باقي شويه تفاصيل مثلا اسبازما او تشنج عضلات، عملنا البلور ثيرابي في خطوه بسيطه واتبعنا بقيه التعليمات، هي هتبقى كويسه جدا. وهل هي دلوقتي لما الحمد لله رب العالمين ما عملتش عمليه والدنيا اتحسنت معاها واحساس الالم راح وبقت عايشه حياتها طبيعيه جدا؟ هي في منتهى السعاده. لما جي انا قرا الاشاعه وقال ان انا عندي غضروف في يعني محتاج ناحيه النخاع، فانا بصراحه يعني ما عرفتش اعمل ايه، زعلت. دعيت ربنا يعني ان انا لو في خير في الحقن دي على ربنا يسهله له يعني. وجيت ثاني يوم عملته، وبعد كده يعني اخذت وقت على قد الم الحقن دي يعني. وبعد كده جيت المره الثانيه كان في شويه لسه تعب شويه بسيط يعني، والدكتور عمل لي حقن ثاني. انا قعدت بس الرقبه مده، وبعد كده جيت دلوقتي الدكتور بشرني انه خلاص ما فيش يعني. خلاص مفيش غضروف ولا اي حاجه يعني، الحمد لله يعني. امتى اقول ان الخشونه تحولت من الدرجه الاولى الى الدرجه الثانيه؟ وامتى نقول انها تحولت من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه؟ وفي الثلاث درجات دول المريض ايه السلوكيات الخاطئه اللي عملها علشان توصله في الاخر لمرحله التقوس؟ تمام. في الالتهاب العادي او واحد ركبته اتخبطت لا قدر الله، واحد عنده املاح، واحد عنده تفاصيل زي روماتويد او اسباب او سرعه ترسيب، دي هتتسبب في التهاب في الركبه. والالتهاب بيبقى واخد جزء خفيف من الاربطه والغضروف، ولكن ما بيبقاش مراحل متقدمه، بمعنى ان هو لاول مره بيشتكي من ركبته بتوجعه او فيها التهاب خفيف. الالتهاب ده شكل ركبه بتسخن او ركبه يبقى فيها تورم خفيف، دي مرحله الحمد لله بتبقى يعني ظروف معينه واسباب تسببت في ان الركبه تبقى ملتهبه. لو اخذ العلاج الصح والتزم بالتعليمات ومنع الاسباب اللي خلت الركبه تلتهب، كده احنا عدينا لمرحله ان الركبه ملتهب. طيب هل لو الالتهاب راح وهو محافظتي على اللي احنا قلناه وبعد عن المشاكل اللي تسببت في التهاب الركبه وبدا وزنه يبقى زياده، بدا يعمل التفاصيل واللايف ستايل بتاعه غلط، هتتحول الركبه اوتوماتيك بدون بقى ما يبقى فيه الوجع اللي كان بيحسه بيه في الاول. مش لازم الركبه كل مره هتبقى سخنه وملتهبه ومتورمه، لا، ده بعد شهور ممكن يحس ان ركبته بدات توجعه بدون ما تبقى ملتهبه او سخنه او متورمه. يبقى احنا كده عنده خشونه من الدرجه الاولى. هحكم عليها ازاي؟ بالفحص. بيبقى المريض عاده بيبقى حاسس ان ركبته مبقاش يعرف يفردها ويتنها كويس، بيبقى المريض بيحس بوجع مع طلوع السلالم، يقولك انا قاعد مش بتوجع انما بتضايقني في طلوع السلم او نزول. بعد أو يقعد فتره كتير طويله ما يقدرش يقوم كويس مثلا، يطقطق. الناس يقول لك لما بمشي مسافات تبدا توجعني. بعض الناس يقول لك انا حاسس ان ركبتي فيها صوت او بتعمل طقطقه. بتزيق. كل الاعراض دي بدون الوجع اللي كان في الاول خالص زمان، ان هي ركبته سخنه وملتهبه وحمراء. ده التهاب عادي ممكن يكون اسبابه حاجات كتيره جدا، ولو اتعالج صح وغيرنا اللايف ستايل واتبعنا الاسلوب الصح مش هيحصل مشاكل فيها. بس ما يبقاش وزنه اوفر ويت قوي وعارف ان ركبته التهبت ومش هينزل وزنه ويتخيل ان هي بعد ما تخف والالتهاب يروح ان هي ممكن ما تقلبش بخشونه، وارد. لان الاسباب الرئيسيه لحدوث الخشونه بنحط دايما تقدم العمر، لا ده شيء بتاع ربنا. صح. انما في ثلاث اسباب تانية يعني، منهم حاجات برضو قدر زي السكر والضغط، بس الحمد لله يعني احنا بقى في مجالات كبيره جدا في علاج السكر والضغط والاسلوب الامثل انك اقدر احافظ على السكر واقدر ابدا اتعامل بحكايه ان انا اعمل تحليل التراكمي واعرف السكر بالظبط كام كان زمان فيه في التحليل العاديه خدعه شويه. والحاجه الرابعه اللي هي في ايدي انا بقى، انك انت وزنك عمال يزيد وعارف ان انت وزنك بيزيد ومش راضي تتحكم في وزنك ومكسل، فانت كده بتحكم على ركبتك ان هي هتشيل وزن زياده. كل كيلو وزن زياده في وزنك بيمثل 4-5 كيلو وزن على الركبة. فتخيل واحد وزنه بالظبط 20 كيلو بيحمل الركبة حوالي 80 كيلو زيادة. صحيح. تقل. يعني الركبة بتبقى يعني عايزة تزعل وعايزة تتضايق وتقول وتبقى مستحملة. وهو ده اللي دايما اقوله، ركبتك دي احسن من مليون مفصل لو قدر الله وصل لمرحلة مفصل. طيب هو دلوقتي انا فحصت، قال لي الاعراض، عملت له اشعة عادية وهو واقف، ولازم يبقى واقف عشان اقدر احكم على شكل الغضروف. لو لقيت السبيس اللي هو الفراغ او الحاجة اللي ما بين العظمتين، ده مش فراغ، ده فيه غضروف موجود،
بس هو ما يبانش في الاشعه. لو لقيته بدا يقل عن الطبيعي واحنا عارفين الشكل الطبيعي عامل ازاي ومقاساته كده انا حكمته درجه اولى من الخشونه. لو الموضوع تدخل ان المريض بدا يبقى مش قادر يصلي، السلم بقى حاجه صعبه، المشي بقى يضايقه، وحركه الركبه مضايقاه، والسبيس بدا يقل، فاحنا كده درجه ثانيه، دخلنا كده في المرحله الثانيه. المرحله الثالثه ان يبدا السائل الزلالي يقل كمان. ليه؟ لان الغضروف بدا يتاكل، عمال طبقه تختفي طبقه تختفي، وهو نفسه اللي بيفرز الماده الزلاليه بتاعته، فاصبح عندنا غضروف بقى قليل جدا، سمكه بقى قرب من ورقه السيجاره او قشره البيض زي ما بنقول، وهو مفيش سائل جوه، والعظم كده قرب جدا من العظم، والاحتكاك ده بيعمل الم رهيب. فكده احنا عندنا ركبه حركتها بقت وحشه، السائل الزلالي اختفى، الغضروف اللي مخبي العظمه ومخطيها وبيحميها بدا يقل جدا. فدي مرحله ثالثه من الخشونه، وللاسف عاده الناس للاسف تاخد بالها من الموضوع بدا فعلا محتاج بقى اكشن قوي او تفاعل، ويروح للجراح، الجراح يقول له مفصل سنان. الحاجة يا ست الكل عايزة محمد، هي بتشتكي من خشونة جامدة جدا في مفصلين الحوض، انما احنا الحمد لله عملنا لها جلسة قبل كده والظروف بس اخرتها شوية فما عرفناش نقابلها تاني، انما الحمد لله قدرت وعرفت وجت، وعملنا لها النهاردة مفصل تاني لان الخشونة لسه فيها تأثير. انا كنت تعبانة مش بتنام ليلي زي نهاري، وهو الحمد لله انا رحت له من سنة وتحسنت، رجلي التانية تعبتني بس انا ما عرفتش نروح، ولما عرفت ان هو في اسكندريه رحت له والحمد لله، والله ولا حسيت بقلق ولا حسيت باي حاجه، وربنا يبارك له، واي حد تعبان يروح له الشفاء هيكون على ايده ان شاء الله. البروتوكول العلاجي اللي دكتور حتى سامي بيكتبه للمريض يعني منتقى بعنايه وحرص طبعاً. قوي جدا، ما سابش حاجه ممكن المريض يحتاجها في البيت، سواء انقاص الوزن كتب له حاجه، وطبعا هنتكلم في تفصيل العلاج ده عشان الناس بتسال هو العلاج اللي انا باخده ده كانوا بيسالوا بناخده ازاي وليه العلاج ده كله، علشان انا بعمل كنترول او كماشه على الخشونه كمان طول فتره الراحه على ما تيجي الزياره اللي بعدها. دي حقيقه، لان انا دايما اقول كده، الركبه دي مجموعة تفاصيل لازم المريض يبقى عارف ان هو لازم في حاجة اسمها change of lifestyle او تغيير من نمط حياته، لازم اتكلم معاه في موضوع وزنه قوي، مهم جدا الحكاية دي. انا بعض الناس بوصل بيهم انك موت انت محتاج 130 و140 كيلو، اقول انت محتاجة تكميم معدة، طبعا هي بتتخض في الاول، فانا اقول لها بص انا بدأت معاك باللي يخوف عشان بعد كده فعلا تاخدي بالك وتبدأي تنزلي في وزنك، والناس بتستجيب جدا. الوزن العلاجات اللي بتبقى ماشية عليها تظبيط السكر والضغط، اقول لها لازم دكتورك الضغط والسكر يظبط لك الدنيا، لازم تديها اللي يساعدنا في بناء في تغذيه الغضروف، انا نشطت الغضروف واديته البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اللي هتخلي الغضروف يبدا ينشط، وعوامل النمو اللي اشتغلت وبدات الغضروف ينشط وبدا يعيد بناء نفسه، ده مش محتاج يتغذى، بندي التغذيه الكامله علشان الغضروف يلاقي الشيء اللي هيتغذى عليه، ودايما بتبقى مجموعه علاجات. الحاجه الثانيه انا لازم اعمل له استيعاب نفسي لوضعه الجديد، لازم اقوي عضلات ركبته، لازم يعرف ان احنا في الاول بيبقى عندنا مرحله تنشنه او مرحله ما بعد الحقن، لازم نعمل كمادات ثلج، لازم ناهل الركبه ان هو هيبدا يستخدمها بعد كده. بتكلم بقوه جدا وما بقفش ابدا قدام فكره ان انت ده اسمه مفصل، لازم تحرك ركبتك، لازم تقوم تمشي، المريض اللي بيستسلم للقعده بيخسر حاجات كتير جدا. طبعا. عشان كده موضوع الحاله النفسيه وتغيير نمط الحياه مهم جدا، وبعمل عليه ستريس قوي. بقى لي اكتر من 30 سنه تعبانة بالخشونة، وعملت عملية من 15 سنة في رجلية برضو، وبرضو تعبانة كل يوم، يعني أنا على طول كنت باخد مسكنات، وبعد ما خدت المسكنات لقيت الدكتور في التلفزيون فقلت أروح له كده، فلما شافني وعملت الحق الحمد لله، بعد الحقن الحمد لله وقعدت 15 يوم وعملت تاني اللي هو نشط، وبفضل الله بفضل الله الحمد لله طول ما ده وببقى كويسة. أنا كنت من رمضان لغاية ما جيت عند الدكتور الشهر اللي فات ما كنتش بقدر أطلع على السرير ولا بنزل، وكنت تعبانة ما كنتش بقدر خالص، بفضل الله والحمد لله اللي أنا بقيت كويسة، وكل ما ده ببقى كويسة أكتر. السيدة اللي كان عندها ركبتين يوم
خشونه متقدمه وجربت انها تغير مفصل وده عمليه كبيره طب المفصل التاني فيه مشكله برضو فاستعانت انها تحقنه بعد 9 شهور الركبه الثانيه بقت احسن من الركبه اللي تركب فيها مفصل وندمت ندم شديد طبعًا انها غيرت مفصل طب انا كان في ايدي خيار تاني اهوت وهو مش مكلف وما دخلتش لا جراحه ولا غيرت مفصل بشوف. ولا دخلت جسم غريب في جسم احنا بخمس سنين بنحارب وبنقول ان الخشونه اصبح لها علاج الخشونه انت مش هتخسر كتير غير ان انا هاخد منك عين الدم امام عينيك وده شيء مهم جدا وبتفاصيل معينه بتشوفها قدام عينيك وهحل لك ببنج موضعي مفيش اي خوف من اي حاجه انا احنا الموضوع كله بيخلص في 10 دقايق ربع ساعه ففي تفاصيل بتبقى بعيده شويه عن الناس وبتبقى مش واصله للناس الخشونه بقى ليها الحمد لله رب الفعل الحمد لله رب بقى ليها فعلا بالفعل لا علاج انا لما الاقي المريض النهارده لنفترض مريض مثلا اتوصف له مفصل وبالفحص وبالاشعه درجة خشونة تانية أو تالتة طب ليه؟ ليه وأنا أقدر أأجل موضوع المفصل ده خالص ألغيه سهلة حاجة من جسمك بنعملها قدام عينيك في خلال 10 دقايق ربع ساعة باخد منك عين الدم مفصلة بأنابيب مخصوصة وتتحين ببنج موضعي في ركبتك أنت مش هتخسر حاجة ولا في أي نوع من التعرض لأي خطورة وأنا الحمد لله أقدر أقول إن الحمد لله البلازما ليس لها أي مضاعفات المضاعفات الوحيدة اللي أنت ممكن أقدر أحكم عليها وتبقى مزعلاني أنا شخصيا إن نسبة الاستفادة بتاعة المريض مع اول جلسه بتبقى ضعيفه شويه ده انا بزعل عليها وبيبقى لها اسباب كتير جدا جدا انما انا محقنه كمان مره او يعمل كمان مرتين الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف ودي رده فعلها ممكن بعض الناس في الاول يبقى متضايق شويه بتوجعه وكلام من ده انما مع الوقت بيشوف رده الفعل في ناس كتير كانت في الاول زعلانه وانا ورجلي وجعاني بعد كده ما تتابعه بعد شهر شهرين هتلاقيه مبسوط جدا ليه لان الركبه الرياكشن حصل عوامل النمو اللي جوه البلازما هي اللي نشطت خلايا الغضروف معايا دكتور يوسف حبيبنا وراجل استشاري عظام عند الدنيا معايا عم محمود في خبر حلو في موقف جميل عايزه يحكي عليه لان الراجل ده يعني بصراحه عمل معايا اول ما شفت حاجه يعني كنت سعيد بيها بس كنت مستغربه قوي هو يحكيها وانا سجلتها له فيديو قبل كده بس هو عايزه يحكيها انت حضرتها يا دكتور يوسف معاك اه طبعا وضيت وصليت وانا قاعد على الكرسي تمام ودعيت ربنا يشفيه تمام يا رب زي حالي في المنام شفت هزر شفت الدكتور اقسم بالله ما كنت اعرفه قبل كده ما عرفتوش دول يعني في المنام دكتور سامي بس اسمه برضه بس ايه ما جمعتهوش بس لاني الدكتور سامي هتشوفه تاني يوم على التلفزيون تمام قمت من النوم خلت وشي وتوضيت وقلت ايه اصلي وانزل ايه الاولاد فاتحين تحت فبفتح التلفزيون ايدي كمان جنب منه الريموت كنت بتفرج على ماتش الليل ايدي جت على الريموت جابت لي ايه اللي هو اليوتيوب اليوتيوب اه ففصلت انا بفصل جت على القناه الاولى فلقيت حد على التلفزيون بيتكلم بيشرح الحاله اللي عندي بالظبط اللي هي بقى اللي عندك عشان ناس كتير عندهم الحكايه بتاعتك دي اللي مش عارفين اللي عارفوا فين اقف ايوه الاقي حاجه بتشدني تمام طول ما انا قاعد كويس طول ما انا نايم كويس التعب يجيني من ظهري من هنا كده تمام من اول المقعده لحد الزمالك اللي جاي من تحت تمام لحد رجلي اللي تحت تمام واقف رجلي تنمي لما في شهر احس رجلي تنمي احس اني واقف على سفينتي كده واحس ان انا واقع رجلي مش شايلاني اه ما تشيلنيش رجلي طب اقعد استريح اتفضل اتفضل اه واخد بال حضرتك اتسالت كتير واستشرت كتير طبيا ما خليتش لحد ما رحتلهوش رحت لابو جنيه وابو بلاش وابو 500 جنيه فانت جيتني وقلت لي ان شاء الله انا هحل لك الحاجات اللي عندك دي كلها اللي عندك غضروف صغير وانا هفك لك الحاجات دي كلها الحمد لله حاسس ايه بعد اسبوعين بقى من حق بقى لنا اسبوعين؟ اه بقى لنا اسبوعين بقى لنا اسبوعين من يوم 18 شفتك في المنام قمت انا كنت بالليل بتفرج على الماتش على اليوتيوب على الشاشه عندي في البيت يا سيدي فايدي داست على الريموت جات الليل فبحول اسم كده على التلفزيون مع واحد لا حول ولا قوه تشرح له الحاجات اللي عندي الله اكبر الله اكبر سبحان الله فقمت جايب التليفون وحجزت اه اتصلت بالتليفون وحجزت وانت بفضل الله ما عندكش حاجه تخوف ولا محتاج عمليه جراحيه يعني انا كويس وبتوصل لي بس برضه في الم مش زي الاول يعني يعتبر 20% من الاول بعد ما صليت طلعت مش حصل قلت له يا جماعه اقسم بالله العظيم
انا ما كنت اقدر اقوم من الارض. الحمد لله ربنا كرمني وبصلي وبمشي، اللهم لك الحمد. ربنا يكمل شفاك على خير. التزم مع محمود اللي احنا متفقين عليه. انا هتابعك بقى كمان بعد استدلالي بقى لك على تعليق اسبوعين اهوت. احنا بخمس سنين بنحارب وبنقول ان الخشونه اصبح لها علاج. الخشونه انت مش هتخسر كتير غير ان انا هاخد منك عين الدم امام عينيك، وده شيء مهم جدا وبتفاصيل معينه بتشوفها قدام عينيك، وهحل لك ببنج موضعي. مفيش اي خوف من اي حاجه. انا احنا الموضوع كله بيخلص في 10 دقائق ربع ساعه. ففي تفاصيل بتبقى بعيده شويه عن الناس وبتبقى مش واصله للناس. الخشونه بقى ليها الحمد لله رب الفعل، الحمد لله رب بقى ليها فعلا بالفعل لها علاج. انا لما الاقي المريض النهارده، لنفترض مريض مثلا اتوصف له مفصل وبالفحص وبالاشعه درجه خشونه ثانيه او ثالثه، طب ليه وانا اقدر اجل موضوع المفصل ده خالص الغيه؟ سهله، حاجه من جسمك بنعملها قدام عينيك في خلال 10 دقايق ربع ساعه، باخد منك عين الدم مفصله بانابيب مخصوصه وتتحين ببنج موضعي في ركبتك. انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. انا على العنوان اللي شفناه في التلفزيون، وعمل لي حقن من اسبوعين، لغايه النهارده ثاني حقن. طبعا انا كنت يعني الحمد لله طبعا كنت بشكى برجلي جامد وبتعيط، يعني ما فيش داعي. اما الحمد لله طبعا لما انا اتحقنت اول مره حسيت برياحه طبعا، ولما جيت اتحقنت تاني النهارده انا اللي صممت ان انا اطلع معاه في التلفزيون عشان اقول للناس اللي عنده تعب وعنده حاجه يشوف الدكتور سامي يديه. شفت اكتر 10 دكاتره بالخشونه، والله كمان مره والله ما كنت بفضل امشي، وكان اعمل نومتي بالعافيه. والله كمان مره ساعه ما جت الدكتور سامي انزل، الهي يبارك له في شر المرض، ايديه فارشف، والله ايديه فارشف. مع اختلاف الانماط والثقافات ولكن يبقى الالم واحد. طبعا بص، هو المريض فكره ان هو جاي علشان عندي وجع وسمعت من حد جنبي او من الناس اللي حواليا، ودي نقطه بتسعدني جدا وبتعبها جدا. المريض اللي بيحس بالراحه وبيحس بالفرق بيقول لكل حواليه، ما حدش بيبخل بالمعلومه دي او يخبي ان انا خفيت وكده، لا. انما انت متخيل الست جنب جوزها وقالت له انا ما بحبش اروح من الاماكن دي وكده، قال لها انا هروح. هي جت بعد كده قال لها انا هروح، والحمد لله ربنا كان من 3 سنين هروح واعمل البلازما زي كل الدنيا بتتكلم عنها وكل الدنيا بتقول وكلها في العالم كله دلوقتي بيشتغل بي ار بي. لما هو رجع وبدات تشوفه بدا يتحسن، هي جت معاه في الزياره الثانيه وجت بعد كده المتابعه وحس بالفرق. هو دي النقطه الصغيره اللي الناس ما بتاخدش بالها، ان المريض بيروح للنتائج، ودايما الاستمراريه بيبقى حاكمها النتائج. انت لما تبقى عامل الحمد لله رب العالمين النتائج كويسه وردود الفعل كويسه، والمريض دايما اقول له البلازما بتبني الغضروف. احنا استفدنا الشهر ده احنا بنستفاد سنين جايه قدام. البلازما بتبني معاك الغضروف، وما دام الغضروف خد الجرعه وخد الدفعه الاولانيه احنا محتاجين نزقه كمان زقه. العجله دارت هنكملها وتبدا الدنيا تتحسن، والمريض بيعيش بقيت حياته محافظ على الوضع ده كويس جدا جدا. طب هنفترض ان هو محتاج دفعه في وقت من الاوقات او مره من المرات او بعد سنين، عادي جدا، الدنيا بتتطور كمان. ده بيدخل عوامل نمو، بتدخل وجايه الخلايا الجذعيه، يعني كل ما البروتوكولات بتقدم كل ما بتقدم قوتها بتبان اكتر. دي حقيقه، يعني مع الوقت بتظهر دي خلايا بتتبني. دي خلايا بتتبني يعني وبعدين كل يوم جديد الحمد لله العالمين، والبروتوكولات بتوسع. يعني انت النهارده ما كنت بتتكلم في لايف ستايل، لا ده انت عندك امكانيات انك تخصص مريض كويس، عندك ادويه بتساعدك، عندك مساعدين، عندك اجهزه جديده في الفصل وانابيب جديده كل يوم، عندك عوامل النوم بتظهر لك. فالموضوع ما بيقفش النهارده، الموضوع عمال كل يوم فيه جديد، وهو ده دايما اللي بيحكم الشغل. انت مش هتقف عند كنت بتحقن زمان كورتيزون كان بنتائج واضحه وظاهره، والمريض بيتحول الى اللهم احفظنا تقوس، وممكن يعوز المفصل اللي يعالجه، وكان هو متاح وقتها. الدنيا اتطورت، وبعد الجيلاتين والملاين او الهيالورونيك اسيد لقوا ان ده بس بيلين الدنيا، والدنيا بترجع تاني بعد شهر بعد شهر، بعدين يقول لك ما استفدتش خالص. النهارده البلازما بتبني الغضروف، تلاقي في سائل يبدا، الغضروف اللي بنى نفسه ده في خلال شهر شهر ونص يبدا يفرز السائل بتاعه. هو اللي بيفرز السائل الزلالي، فتلاقي النتيجه بتتحسن. تلاقي المريض في الجلسه الثانيه احسن كمان من الجلسه الاولانيه. في بعض الناس ممكن يحتاج جلسه واحده والدنيا كويسه، لانه بقى سنه خد درجه خشونته والدنيا بتتحسن. معانا الاستاذ احمد شحاته، الله اكبر، كان جاي من شهر عملنا له، بدانا معاه، عنده خشونه، وانا قلت له ما تقلقش الخشونه اصبح لها علاج بفضل الله سبحانه وتعالى.
بدأنا معاه الجلسة الأولانية، حس بتحسن جدا وبقى فيه ردة فعل حلوة قوي، وهو نفسه هيقول اللي حصل بالظبط. والنهارده عملنا جلسة تانية عشان يكتمل البناء، وده اللي احنا بنقول عليه البروتوكول علاج خشونة الركبتين. في بعض الناس بتبقى أمورهم أصعب شوية، بنعوز نزود أكسجين ناشط أو نعوز نحط مغذي أو نحط بلازما على كذا مرحلة. هو الحمد لله من الخشونة اللي استجابت أسرع، كنت مش قادر أمشي، لكن أنا دلوقتي أنا خدت الحقنة الأولانية كنت اتحسنت يمكن بنسبة 50%، الحقنة التانية أنا اتحسنت يمكن بنسبة 90%. فبصراحة يعني ده علاج سحري، ويعني تسلم ايد الدكتور بصراحة. يعني انا بنصح كل الناس ان هي اللي عندها خشونة تيجي للدكتور سامي بصراحة، يعني هو منقذ لها، يعني ده العلاج الاحسن من البرشام اللي بيتاخد. البرشام اللي بيتاخد ده مش اي لازمة، الحقن دي بتبني غضاريف فعلا، ويعني انا رجعت تاني زي الاول، ده احسن من الاول. كان عندي طبيب 45 سنة عايش في النمسا بيعمل حقن بي ار بي، لانه هو عارف ان ده الحلول الجديده، وراجل ده طبيب. عندي ناس بتسافر لبنتها كانت بتعمل بي ار بي، جت تعمل بي ار بي لان هي عملتها في امريكا وشافت الفيديوهات وشافت اليوتيوب وشافت احنا بنعمل ايه بالظبط، فقالت لك نفس اللي بيحصل، انا كلف نفسي للمشوار ده. في ناس الحمد لله رب العالمين من فرنسا، ويمكن يكون لو هو شايفنا على دلوقتي الاستاذ سمير استاذ اكاديمي في جامعه السوربون. الحاجات دي ما بقتش باختفاء، دكتور الدكتور العلاج الطبيعي. فانا بقول لحضرتك الدكتور 45 سنه عايش في اوروبا في النمسا، عامل معانا علاج، معانا جلسه بلازما. البلازما حاجه من جسمك امنه جدا بتعيد البناء، لان هي عوامل نمو. الموضوع مش غريب على الناس، اصل ده حاجات علميه وفيها رسائل ودراسات ومناقشات. عوامل النمو اللي جوه الصفائح الدمويه اللي احنا بنجمعها بالملايين بنحقنها، بتنشط خلايا الغضروف فيعيد بناء نفسه. وهو الغضروف ده مع الوقت هيبدا يبني نفسه وهيبدا يفرز الماده السائله. احنا في بعض الحالات بنأهل الركبه، نحقن ملين علشان الماده الزلاليه دي بتتصنع وبتتحين ساعات. لما تبقى الركبه ناشفه تماما وداخلين على مرحله يعني. ناهله ونعمل معاها مثلا البرون سيرب اللي هو المغذي، حاجات قبل ما نحقن بلازما. في حالات بنحقن الاثنين مع بعضيهم، النتيجه هي اللي بتحكم. والحمد لله دايما اقول للمريض تعالى لي بعد اسبوعين اشوفك هنحكم محتاجين تاني ولا لا. في حالات اقول له انت ان شاء الله مش هتحتاج، وفي حالات بيحتاج جلسه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده محظوظ الحمد لله رب العالمين، فضل ونعم ربنا يعني معايا الدكتور سيد. دكتور سيد استشاري علاج طبيعي في النمسا، دولة النمسا الأوروبية، يعني مش النمسا اللي كانت هنا في مصر، لا النمسا في أوروبا، بقاله 45 سنة في النمسا، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه ويديله الصحة. بتنصح دايما الناس بالحركة، دايما تنصح الحركة، وبعدين العادات اللي بتقدر يعني ما تنامش قدام التلفزيون، ما تنامش على بطنك نهائي. لما حبيت اتفرج على التلفزيون تقعد قدام التلفزيون وراكن دارك، وبعد نص ساعة تقعد دقيقتين ثلاثة وتقعد تاني. أستاذ علي كان جاي لي من 3 أسابيع، كان متضايق وركبه مضايقة وخشونة، فكلمنا مع بعض وشفنا الأشعاعات وقلت له لا دي خشونة إن شاء الله حاجة بسيطة والموضوع سهل إن شاء الله. وعملنا له جلسه بلازما اللي احنا دايما بنتكلم عنها، وقلت له ان هي هتعيد ان شاء الله البناء وهتبدا الدنيا تتحسن. حاجه بسيطه يعني مش زي شكه دبوس، فبفضل الله اتحقن في اليمين والشمال ومشيت على التعليمات اللي قالها لي، من التلج للكريم الموضعي للادويه بتاعت الخشونه والكورس العلاج كامل. وفاجئت المتابعه بعد 3 أسابيع، يعني بفضل الله اليمين كده يعتبر خلاص ما فيهاش الم خالص الحمد لله. هي الشمال لسه فيها شويه، هي اللي كان باين معاها الترقعه الزياده. فاليمين دلوقتي تقريبا لو هنحسبها بنسبه من 1 لـ10، اليمين كانت بالترقعه مثلا 7 من 10، دلوقتي ما تكملش 1. ودي بفضل الله يعني لو من 10 دلوقتي كانت 10 من 10 الشمال، دلوقتي مثلا فيها ممكن 4. عشان كده قررنا نعمل النهارده كمان الحقنه الثانيه باذن الله. تاهيل المريض قبل الحقن. في ناس بيبقى جاي عندها ارتشاح في ركبه، تلاقي ركبه عنده مورمه قد كده. دي نقطه. النقطه الثانيه لو سيده كبيره في السن واقفه بتتوضى في الحمام رجليها اتلوت اتزحلقت اتقطع غضروف من الغضاريف الموجوده في الركبه، وهي طموحها في الحياه تطلع من الحمام لغايه اوضتها ومن اوضتها لغايه الصاله تصلي تنزل تجيب فطار للولاد تطلع تاني، هو ده طموح محيط او دايره تنقلات النشاط المعتاد العادي بتاع اي انسان. فهي عايزه في دايره يعني مقربه تقدر تتحرك. شوف لو لا قدر الله دخل عليا مريض عنده ارتشاح
او التهاب جامد في ركبته وسخن قوي، انا اول كلمه اقولها له للاسف احنا مش هنقدر نعمل حقن النهارده، لازم ناهل الركبه دي ولازم نضيع الارتشاح. انا دائما عندي اقتناع تماما وده اللي اتعلمناه من اساتذتنا زمان، ان ارتشاح الركبه 95% منه يفضل ان هو يختفي ويخف بالعلاج، وساعات بتفق حالات محتاجه ان انت تعمل بزل، انما ما ينفعش انك تحقن في ركبه مرتشحه، ده قانون، ده قانون. فانت لازم الركبه دي تتاهل، وانا بقول دايما 95% افضل 95% من حالات ارتشاح الركبه ان هو يختفي ويخف ويزول الارتشاح، والميه اللي جوه الركبه دي تختفي بالعلاج. ودي الحمد لله طرقها كويسه، وفي بروتوكول بنحطه بنمشيه على من اسبوع ل 10 ايام، ممكن نوصل لاسبوعين لحد الركبه تماما ما الارتشاح اللي في الركبه يروح. ولكن في حالات ممكن وساعتها نقدر نحقن بقى البلازما ونجيب ده 5% من الحالات انت بتبقى مضطر للبزل. بزل ده بقى لان ممكن يكون اللهم احفظنا هيبدا ندخل في تلوث، هنبدا ندخل في ان الكميه كبيره مش هتختفي بالعلاج ابدا، فلازم تعمل بزل. وانا ساعات بنوصل نشيل 100 و150 و200 سم من الركبه. ايوه صح. الركبه لو فيها التهاب حاد وبتوجعه برضو بنأجل الحقن، لان انت كده داخل على ركبه ملتهبه وهتديها جرعه عوامل نمو وتنشيط للغضروف، فممكن التهاب يزيد واحساس الالم يعلى. فانت برضو تدي الاول ادويه وتهدي الدنيا بالكمادات وبالدهانات وبالتمرينات وبالامور اللي احنا بنتبعها في الركبه العاديه لحد ما الالتهاب يروح والدنيا تهدى خالص، وتبدا تتعامل مع خشونه الركبه بعد ما انت عملت فحص وشفت هي درجه خشونه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه. دائما اقول درجه الخشونه الاولى والثانيه والثالثه الحمد لله رب العالمين التعامل معها بقى سهل جدا، بقى سهل جدا. بس انا بزعل ان المريض لما يجي لك في خشونه درجه رابعه بقول له معلش يعني ركبتك دي هتغلبنا شويه، هتاخد منا مجهود، بس خليك معايا. هو يقول لي انا معاك، انا النقطه دي المهم ده قوي جدا. هو اصل هو البديل هو رفضه، البديل مشرط وتغيير مفصل لوقت مؤقت، ثم نعود الى مشاكل صف عظيم رب فظيعه جدا. ولو في سكر بعد الشهر مش مظبوط، حصل صديق لسه كنت مع المساعد الاول ليك دكتور ابو المجد وحكى لي، يعني عايز اقول لحضرتك انه لسه بيغيروا مفصل، كميه صديد استغفر الله العظيم يا رب نزلت من رجل المريض، وللاسف بقى وقفنا هنا في محطه صعبه، لا نطلع قدام ولا عارفين نرجع ورا، وساعتها بنصل الى يعني نرفع ايدينا مش عارفين نعمل ايه. فكل المحاولات فيما قبل تغيير المفصل يسهل التعامل معها. وانا من قبل التردد الحراري بالمناسبه التردد الحراري غلق مسارات الحصب، الركبه فيها تفاصيل كتير جدا 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 قبل ما نوصل للمشرط، وبتحل امور كتيره جدا. انا عايز اقول لك ان من قبل 5 سنين كنتش اقدر اقول لك ان البديل للمشرط اصبح موجود. انا بقولها دلوقتي بعد 5 سنين بعد شغل 5 سنين وكل يوم جديد، ان اصبح هناك بديل علاجي حقيقي لخشونه الركبتين. واصبح ان احنا بنفادي المريض ونبعده تماما عن القطر اللي جاي ده، بان احنا فعلا الحمد لله رب العالمين بجلسات البلازما بالعوامل اللي قصدها بالتنشيط بالتاهيل الركبه بمساعدات، بان احنا نبدا نتعامل مع وزن حمل على الحاله النفسيه المريض مع تقويه عضلات، انها بناخد الركبه دي في حضننا زي ما بنقول أحسن. ونبدا نتعامل معها. احنا البلازما ليها عوامل مساعده كتير جدا جدا، الحمد لله رب العالمين انت هتنشط وهتتعامل مع الغضروف ده ان هو يبدا يبني نفسه بجد بعوامل مساعده كتير جدا جدا، والحمد لله رب العالمين استجابه الناس وبدات تفهم بتساعدني جدا الحمد لله رب العالمين. كنت شايفه اول زياره كان تعبان وزهقان، انا بس بقول للناس شوف الراجل ده هيقول ايه، الراجل ده وشه سمح وراجل قلبه ابيض وبيقول اللي على الحقيقه، وربنا هيشهد على هذا الكلام. انا عايزك يا محمد تفهم الناس انت كان ايه مشكلتك، البساطه اللي انت فيها دلوقتي بالراحه، احكيها للناس وقول للناس انت حسيت بيه. الحمد لله رب العالمين. اشكر ربنا كده، قول الكلمتين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما لخالد بصام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. أولا يا أهل الخير، أنا راجل أصعد منبر رسول الله وأقول كلمتين أسأل عنهم بين يدي الله يوم السحاب. دكتور سامي أنديل راجل ما تكررش، لا أزكيه على الله أحسبه على خير والله حسيبه، ما تكررش. أنا راجل عندي حوالي 70 سنة ما شفتش في حياتي إن الراجل ده اتكرر، وإن شاء الله ده على ربنا عنده الكتير وربنا عنده الخير لغاية يوم القيامة، ولكن الراجل ده ما فيش منه اتنين الحقيقة، وعنده ضمير وعنده التزام وتقوى وقرب من الله جل في علاه. جيت له
لما سمعت عنه كنت باخد علاجات اعشاب وباخد علاج كيميائي وفرد فترات وعلاج طبيعي وحاجات ما سبتش باب لما فتحته. ولكن لما سمعت عنه في على شاشه التلفزيون وقفت كل الحاجات دي وجيت له هو رحت له مصرمين المنصوره مع اني كنت ما اقدرش اروح من المنصوره لغايه حتى صندوق. رحت له لغايه مصر ربنا اعني ورحت له لغايه مصر والحمد لله رب العالمين حقنت. والكلام ده من حوالي شهر تقريبا. انا النهارده عنده للمره الثانيه والحمد لله بقول هو امام الله الله سميع وبصير عليا انه انا الحمد لله النهارده غير ما كنت عنده من شهر ومرتاح جدا وحصل في تحسن كبير جدا 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 في ظهري وفي ركبتي. وان شاء الله تعالى يعني سعيد ومرتاح نفسيا وعضويا. العمود الفقري ده موضوع كبير قوي يعني ممكن نحتاج نفرد له حلقات كتير جدا جدا. تمام. انما في حاجات اساسيه انا بحب اتكلم فيها. اول حاجه اقول ان الام العمود الفقري 95% من الام العمود الفقري لا تحتاج الى تدخل جراحي. تمام. انما لما المريض يبقى عنده الاعراض دايما اقولها كده باللغه العاميه بتاعتنا الاعراض الوحشه يبقى الجراحه بقت اهم مننا ولازم ياخد الصف الاول ونلحق المريض. طب يعني هل الاعراض الوحشه دي بتظهر عند كل الناس؟ لا خالص. الاعراض الوحشه دي او الحاجات اللي هي والعياذ بالله اعراض الشلل بتيجي ل 5% 3%. كل 100 مريض بيشتكوا من الام في عمود الفقري هتلاقي منهم من 3 مرضى لخمسه مرضى هم دول اللي انا بقول وهم دول العلم اللي بيقول مش انا اللي بقول كدكتور سامي لا العلم اللي بيقول ان دولت فعلا محتاجين تدخل جراحي وبنسبه 98% هيعوز تثبيت. طيب ال 95 دول ال 95 دولت لهم 6 طرق من العلاج. لما المريض يبقى احنا اتفقنا ان هو ملوش تدخل جراحي امتى المريض يحتاج نقدر نقول له بنسبه 100% انت محتاج عمليه جراحيه. المريض ده لما يبقى جاي لك لا قدر الله داخل علينا باعراض اللي هي اللي بنقول عليها الاعراض اللي مش كويسه او الاعراض الشلل والعياذ بالله بدا وش رجليه يبقى فيه صعود في القدم مش عارف يمشي يعني بدات عضلات رجليه وحوالين الركبه والفخدين يضعفوا ويخسوا ومش قادر يقوم يقف قاعد على كرسي الموضوع يتطور اكتر. ده لو اتسبق لما بتبدا الاعراض بكده لو بدأ يتطور هتلاقي دخل في والعياذ بالله في عدم تحكم في البول وعدم تحكم في البراز. هل المريض ده أسيبه كده؟ هل المريض ده فعلا يجي بالعلاج الطبيعي أو يجي بشوية علاجات أو حقن؟ لا الكلام ده مش حقيقي والكلام ده لازم الناس تبقى فاهمة. الله محفظنا المريض اللي يبدأ يحصل له صعود في القدم مش عارف يرفع وش رجله مش عارف يشب عليها أو يقف يمشي خطوتين ده مريض بدأ فيه خطورة عليه ولازم يدخل تدخل جراحي وهم 5%. بقيت ال 95 شخص من 100 شخص مش محتاجين تدخل جراحي. فالنقطة دي مهمة جدا. أنا لما المريض يجي لي وأقول له أنت مش محتاج تدخل جراحي ويكفي إن أنت هتخرج من عندي عملت شيء ما عملتش أي حاجة هتخرج من عندي مقتنع من جواك إن أنت مش محتاج تدخل جراحي ده لوحده كفاية عليك. لأن ما بعد الجراحة حتى لو الجراحة أصبحت مهمة والمريض الحمد لله اللي كان قاعد على الكرسي عمل جراحة وخف وأمشي بعد سنين بعد شهور بيجي لنا بقى بيتألم بألام تانية أسبابها معروفة كتير جدا جدا ما بعد العملية الجراحية. دي قصة تانية طويلة محتاجة كلام بس كان محتاج جراحة كان محتاج جراحة. فإحنا نيجي بقى للمرضى اللي هم مش محتاج تدخل جراحي. لما المريض يبقى مش محتاج تدخل جراحي أنا بشرح له إيه الأسباب. الشكل العمود الفقري عبارة عن فقرات وخصوصا الانزلاق الغضروفي ده اشهر حاجه. اول ما المريض يقول له انت الرنين او الدكتور يكشف عليه يقول له انت عندك انزلاق غضروفي المريض على طول بيقلق بيتضايق بعض الناس بتعيط الستات بتخاف جدا انه يجي على طول في دماغه المشرط الجراحي. لا انت الاول اعرف ايه اللي حاصل وبعد كده ابقى افهم احكم هل انت محتاج جراحه ولا لا. اول ما المريض يبدا يشتكي من الام بتبقى السبب الرئيسي بنسبه كبيره جدا جدا الانزلاق الغضروفي. قبل الانزلاق الغضروفي في ممكن يبقى فيه تفاصيل كتير جدا ومش محتاجه تدخل جراحي. احنا عندنا ده المفروض ان انا المريض لو واقف قدامي وشه ليك انت وده ظهره ليا فظهره بيبقى باين ادي دي منظر الفقره وده السباين بتاعها اللي هو بنحسه كده بيقول لك فقرات ظهره باين من ورا سلسله ظهر زي ما هي دي اللي بتبقى احنا بنحسها حتى ما بينها بتحس في فراغ كده.
ما بين كل فقرة وفقرة منايمين على بعض. الفقرات دي مش كده ممسوكة مع نفسها، لا ده في حاجات ماسكاها وفي مفصلات صغيرة اسمها الفاسيت جوينت. ده ممكن يحصل مفصل صغنون جدا وله غضروف وله سائل صغنون وبيتحرك حركة بسيطة جدا، ممكن يحصل فيه التهاب. اللي ماسك العضلات ففي أربطة كتير هنا وفي عضلات كتيرة جدا زي عمود الخمة ممسوك. كل واحدة من دول وارد ان يحصل فيها التهاب، عضلة من هنا يحصل فيها تشنج فتشد على العضلة التانية. لو ما بقوش بدأوا يعملوا قصب بعضهم كده هيحصل مشكلة كبيرة وآلام رهيبة. تشنج العضلات بيدي 50-60% من آلام العمود الفقري. تخيل تشنج العضلات بس. لو عضلة شدة كده وفيها تشنج نتيجة الكدمة، نتيجة خبطة، نتيجة شال حاجة مرة واحدة في الجيم، وقفته غلط، نعم غلط، تمام، هتلاقي فيها تشنج، العضله دي تشد الناحيه دي والثانيه هتبدا تعاكسها، الموضوع يبقى في مشكله حاصله. الغضروف نفسه بقى اللي هو الوساده دي او المخده الكاوتش دي الجميله اللي ما بين الفقرتين دول، ما بين كل فقره وفقره، وخصوصا الفقرات المتحركه اللي هي العنقيه والقطنيه. انما الفقرات الصدريه واللي تحت العجزيه دي شبه ثابته، الصدريه حركه فيها قليله شويه انما هي شبه ثابته وفرصة او حدوث فيها الانزلاق الغضروفي نادر قوي. بتحصل ساعات بس يعني فوق تحت ملطوطين دولت بقى بطني رقبتي بتصرف غلط، بمسك الموبايل بذاكر شغل الانترنت بقى اساسا في اي حاجه في الدنيا. فدايما رقبتي، ظهري اللي بيلعب جيم، اللي بيقف غلط، اللي بيقف كتير، كل ده في الاخر وصلنا لمرحله ان بدا الغضروف ده يتاثر. الغضروف ده ربنا خلقه ان هو مش حاجه اسمنتيه، مش عظم، لا ده حاجه طريه جيلاتينيه، نواه وحواليها ماده جيلاتينيه ومقفوله بكبسوله حواليها. لو لاسباب كتير جدا جدا حصل انبعاج في الغضروف، الغضروف الانبعاج اللي فيه بيحصل بثلاث اشكال، يا اما يطلع من الجنب ده من هنا كده او قصده الناحيه الثانيه، او انه يطلع في الوسط. الوسط ده اللي هو مش باين من قدامنا هنا، في قدام منه حاجه كبيره كده، الحاجه دي ماشيه جوه قناه، ده النخاع الشوكي وطالع منه جذور الاعصاب. دي جذور الاعصاب على الناحيتين طالعه بتغذي النص التحتاني والرجلين، او في الرقبه بتعمل الضفيره العصبيه اللي بتغذي الدراع ده كله الناحيه دي. عشان كده لازم بقول لك عندها تنميل ولا نفترض بقى ان الانزلاق الغضروفي حصل. الانزلاق الغضروفي يحصل بثلاث اشكال، نتيجه ايه؟ اسباب كتير جدا، منها ضغطت عليها جامد على ظهرك جامد، عملت حركه مفاجاه، بدا جدار الغضروف يضعف لاي اسباب، السن، امراض لا قدر الله، كدمات او اصابه، هيبدا يا اما ينبعج من الحته دي ويبدا يطلع فيلمس جذور الاعصاب اللي هنا او الناحيه الثانيه، بيبقى سبحان الله ممكن يبقى ملمس ناحيتين. ودي المشهوره ودي الكتيره، لان هو بيدور على اضعف حته ويبدا نتيجه انت ضاغط عليه عملت عليه حاجه فيبدا يحصل له بلج او الانبعاج اللغه العاميه بتاعتنا، او يبوظ كده. لما بينبعج بيبدا يلمس جذور الاعصاب دي. تلميس جذور الاعصاب هي نفس التشبيه اللي احنا بنقوله سلك عريان وانت عمال تمسكه تلسع بيه ايدك، بيبدا يعمل الام ووصف كتير جدا جدا مختلف من مريض للتاني واشكال كتير جدا جدا. لما تتجمع في اكتر من مكان تاخد كل الجذور الاعصاب اللي بتغذي العصب الكبير بتاع الفخذ كله، اسمه بقى ايه؟ بيحصل حاجه اسمها السياتيكا او التهاب عرق النسج. لو لا قدر الله الانبعاج حصل في الوسط والغضروف اتفتح وبدا يخرج على الجزء اللي هو داخل القناه الشوكيه دي اللي هو النخاع الشوكي، هو ده بقى للسنترال او لقدام، ويحصل حاجه اسمها بروتروجن او خروج خلاص، هو ده بقى اللي اعراضه الحاجات الوحشه اللي المريض هيحتاج راحه، ودي 5% بس. فاحنا عندنا دلوقتي شكل الغضروف عامل ازاي، بشوفه بالفحص، بشوف اعراض المريض، بعمل رنين لازم اساس المريض، والمريض بيقول لي الغضروف طالع عليه مع اعراض المريض، وساعتها بقى هحدد التدخل المناسب. التدخل اللي هو 6 خطوات بعيدا عن الجراحه خالص. تخيل بقى 95% من الناس مش محتاجين تدخل جراحي. تمام. فاحنا عندنا تدخل جراحي، وعشان كده الدكتور الجراح لما يلاقي المريض بيتوجع ويقول له انت محتاج عمليه جراحيه، المريض يخاف يقول له لا مش هعمل. المريض الدكتور يقول له كلمه واحده بس، لو ما عملتش العمليه بعد 5-6 شهور هيجي لك شلل. الكلمه دي مش حقيقيه وما بتحصلش، ما دام ما جاش من الاول ما بيحصلش، بس هيجي لك شلل. دي بيخوفه بقى، هي اللي بتخوف كلمه الشلل، انما الوجع ما بيخوفش، واحنا بنقدر نتعامل مع وجع، وعلم علاج الالم هو اللي فعلا متخصص في الحته دي. لما جه انا جرى الاشاعه وقال ان انا عندي غضروف يعني متجه ناحيه النخاع، فانا بصراحه يعني ما عرفتش اعمل ايه زيادة. دعيت ربنا يعني ان انا لو في خير في الحقن دي على ربنا يسهله له يعني، وجيت ثاني يوم عملته، وبعد كده
يعني اخذت وقت على كد انا ملحقني يعني. وبعد كده جيت خدت جبت المره الثانيه كان في شويه بتاع لسه تعب شويه بسيط يعني والدكتور عمل لي حقنه ثاني. انا بعت نفس الرقم مده وبعد كده جيت دلوقتي الدكتور بشرني انه خلاص ما فيش يعني. خلاص ما فيش ظروف ولا اي حاجه الحمد لله يعني. معايا دكتور يوسف حبيبنا وراجل استشاري عظام عند الدنيا. معايا محمود في خبر حلو في موقف جميل عايزه يحكي عليه لان الراجل ده يعني بصراحه عمل معايا اول ما شفته حاجه يعني كنت سعيد بيها بس كنت مستغربه قوي. هو يحكيها وانا سجلتها له فيديو قبل كده بس هو عايزه يحكيها. انت حضرتها يا دكتور يوسف معاك؟ اه طبعا. وضيت وصليت وانا قاعد على الكرسي تمام ودعيت ربنا يشفي تمام يا رب يزيحني. في المنام شفت هذا شفت الدكتور اقسم بالله انا كنت اعرفه قبل كده ما عرفتوش يعني. في المنام دكتور سامي بس اسمه برضه بس ايه ما جمعتهوش بس لاني الدكتور سامي هتشوفه تاني يوم على التلفزيون. تمام. قمت من النوم خدت غسلت وشي وتوضيت وقلت ايه اصلي وانزل ايه الاولاد فاتحين تحت. فبفتح التلفزيون ايه ده كمان جنب منه الريموت كنت بتفرج على ماتش بالليل. ايه اللي جت على الريموت جابت الايه اللي هو اليوتيوب. اليوتيوب. اه ففصلت انا بفصل جت على القناه الاولى. فلقيت حد على التلفزيون بيتكلم بيشرح الحاله اللي عندي بالظبط. اللي هي بقى اللي عندك عشان ناس كتير عندهم الحكايه بتاعتك دي اللي مش عارفين اللي عارفوا فين. اقف. ايوه. الاقي حاجه بتشدني طول ما انا قاعد كويس طول ما انا نايم كويس التعب يجيني من ظهري من هنا كده من اول المقعده لحد الزمالك جاي لتحت تمام لحد رجلي بتنمي تحت تمام واقف رجلي تنمي لما في شهر احس رجلي تنمي احس اني واقف على سفينتي كده واحس ان انا واقع من رجلي مش شايلاني. اه ما تشيلنيش رجلي طبعا تستريح. اتفضل اتفضل. اه واخد بال حضرتك سالت كتير واستشرت كتير طبيه ما خليش لحد ما رحتلهوش رحت لابو جنيه وابو بلاش وابو 500 جنيه فانت ريتني وقلت لي ان شاء الله انا هحل لك الحاجات اللي عندك دي كلها لحد الغروف صغير وانا هفك لك الحاجات دي كلها الحمد لله. حاسني بعد اسبوعين بقى من حق بقى لنا اسبوعين؟ اه بقى لنا اسبوعين من يوم 18 شفتك في المنام قمت انا كنت بالليل بتفرج على الماتش على اليوتيوب على الشاشه عندي في البيت يا سيد فايدي داست على الريموت جات الليل فبحاول جيت اسم كده على التلفزيون مع واحد لا حول تخليهم تشرحوا الحاجات اللي عندي. الله اكبر الله اكبر سبحان الله. فقمت جايب التليفون وحجزت. اه اتصلت بالتليفون وحجزت. وانت بفضل الله ما عندكش حاجه تخوف ولا محتاج اعمل اي جراحيه. يعني انا كويس وبيتوصل لي بس برضه في الم مش زي الاول يعني يعتبر 20% من الاول. بعد ما صليت طلعت مش حصل قلت له يا جماعه اقسم بالله العظيم انا ما كنت اقدر اقوم من الارض الحمد لله ربنا كرمني وبصلي وبمشي الله ولك الحمد لله. ربنا يكمل شفاك على خير. التزم مع محمود اللي احنا متفقين عليه. انا هتابعك بقى كمان بعد التدريب بقالك على تعليق اسبوعين اهوت. اه كمان 18 ايوه ما كملناش لسه احنا قدامنا فتره هتابعك ان شاء الله كمان زياره وباذن الله باذن الله مش هتحتاج حاجه تاني.